لما تيجي تحكي لنا اي جزء من العقد في المحاضرات بتاعتنا هفكركم في الجزء اللي انا عايزه. اذروايز هو كلاسيكيشن الخط الثاني كلاسيك الوسكابيلا والهومس. طبعا الطالب برضه صاحي في كتاب الكليه ما تقراش الكلام المكتوب، كلام صعب جدا. انا قلت ده شكسبير اللي كتبه، فكلام شكسبير ما تدريش. فبالتالي انا وانا بذاكر العقد بقرا الرسومات بس. دي عظمه الهيومرس، ده هيد، مفيش سؤال تحريري اسمه ديسكرايب هيومرس، مفيش. يبقى خلاص انا مش هقول اكبر بالكلام، انا ببص على الكلام لو عايز اقرا، لو نفسي اتعلم انجليزي يعني. انما انا ببص على الرسمه، ده هيد، دي نيك، ده ليس ارتبروستي، ده جريت ارتبروستي، ده كده. قاعد في السكشن مع الدكتور اسال منه تاني، طب فين ليس ارتبروستي؟ طب وريني ارتبروستي، ده كلام مهم قوي. بالنسبه للعرض في القمر مطلوب. مطلوب بحيث ان انا امتلكه باسبوع مثلا. اذاكر عليه افهمه. ممكن العرض بلاستيك يكون بالوظيفه، على فكره بلاستيك كويس جدا زي الطبيعي. الحاجه الوحيده في البلاستيك الوحشه جدا الاسكار، انما مالوش دعوه بيه. يعني لو سبت يومرس طبيعيه ومش بلاستيك الاثنين يدفعوا لي في المذاكره. فمش محتاج لازم اذاكر على العرض حقيقي. انما ما ينفعش ما اذاكرش على العرض. ليه؟ بس ان انا اقدر اقول لنفسي دي هيد، دي اناتوميكانيك، ده لسه كده، بس ان في الاخر اجمع اللي انا بذاكره، اللي مش هعرف اذاكره خالص. الشطار قوي قوي لما ناخد اضراب هيمسك العظمه والعظمه، كل عضله جايه من العظمه دي راحت للعظمه دي، لو شدت عليها تعملها ايه؟ تتنيكل. طب لو الثانيه ريتاكل، يبقى مذاكره على العظم خلت تتخان مذاكرتك. فيبقى قدر الامكان الواحد هو بيذاكر تحت ايده عظمتين كده بلف كده. انا النهارده هذاكر قمر وميلي هذاكر بكره قمر، نبدل العظم مع بعض، استخدم ممتلك المياه. بس قدر الامكان لازم استخدم العظم في مذاكرتي عشان الامور بدات تبقى ستيبل، الامور بقى لها طعم تاني يعني، مذاكره مختلفه شويه. طبعا القمر احلى 1000 مره من البيت الصراحه. يعني درس البيت ده بيبقى مظلوم مع الطلبه لانه بيقول لهم كلام فاشيه متناكله والطلبه طبعا عماله تتقبل كل يوم. انما البيت فالكلام اسهل 1000 مره ان شاء الله. ورقه ال ليه؟ أنا مات والله. أنا مدحت. محمد مرسي. الناس اللي سامع معايا كويس مش شاطرة اسمعني قد ما تقدر. عندنا في كتابنا في حاجة بنسميها ولاد فيكتور ريد، بنسميها ولاد فيكتورال ريد. أول حاجة احنا ما كملناش العظمة الثالثة اللي هو الدوس. لو بصينا كده مع بعض بصوا لفه معايا. لو جينا شرحنا جثه لجثه ست. انا النقطه عندي ايه؟ اولا ده البريست في الست. حتى اللي برده دورت اسمها النبل اللي هي الحلقه. اللي حواليها دي حتى اسمها ايريولا اللي بتبقى لونها غامق شويه، وده البريست. طبعا دي جثه كبيره ست عجوزه يعني، فالبريست صغير. ده البريست بتاعنا. لما بتشيل بريست هتبقى وراها عضلات وفاشيه وكلام من ده. يبقى لما نخش على جثه ونتفق ان المشرحه هيبقى عندنا جثه نايمه على الطب. لو جثه يمين لما يجي نشرح المنطقه اسمها بيكتورال ريجون. كلمه بيكتورال ايه؟ صدر. وريجون المنطقه الصدريه، يبقى في منطقه اسمها بيكتورال ايه ولا ريجون. الناس اللي عندها ضمير بتبص في كتاب كده، في كتاب قمر هنا ولا مفيش قمر؟ انا وليد اللي عندنا هنا ده عباره. يبقى الناس اللي بتبص كده في كتابها ولاد، كل واحد كده في في اللي هي صفحة كام؟ صفحة 30 في الأول. رسم لنا صفحة حلوة جدا بيورينا أولا العنوان من فوق اسمه أولاد بيكتورال. بيكتورال إيه؟ الصدرية. المنطقة الصدرية، يبقى منطقة الصدر هنا اسمها أولاد بيكتورال ريجن. كويس، ريجن يعني منطقة.
طبعا مزيج شرف فيكتور ريجنت من واقع البخل الغزير بقى. اول حاجه بتعمل سكين، شفت السكين كان فيه فشل اسمها سوبرفيشال فشل دينيتيا البريست السد. الراجل عنده سد بس صغير والست عندها سد عشان الترضيع والرضاعه وكده. بيبقى عندي في حاجه اسمها اولاد فيكتور ريجنت اول طبقه شفتها مين اولاد السكين، شلنا السكين لقينا سوبرفيشال فشل. الموجود في السوبرفيشال فاشيا البريست اللي هو الماماري جلاند اللي هنتكلم عليها كده اشيلها. الاقي الطبقه دي فاشيا اسمها بيكتورال فاشيا اشيلها بقى الاقي عضله اسمها بيكتوراليس ميجور. كلمه ميجور يعني عظيمه، بيكتوراليس الصدريه العظمى. الشباب اللي بيلعب حديد ما حدش طبعا كده في يقول لك البنشات عضله البنش دي العضله دي اسمها يقول لك لما كده بيكتوراليس ميجور. طبعا احنا هنبدا بالعضلات ونحط عليها البريست، مش هناخد البريست ونحط على العضلات عشان نقدر نفهم الامور شويه. فلو قلبت اربع صفحات كده هنلاقي في عضله عنوانها عضلات البيكتوريس اللي هو عنوان حضرتنا النهارده في الجدول بتاعها. الصفحه كام دي؟ 88. عنوان اسمه ماسلز اوف بيكتورال ريجون، ماسلز اوف مين اولاد؟ بيكتور. يبقى انا عندي عنوان هنذاكره مع بعض او نعرفه مع بعض النهارده اسمها ايه؟ ماسلز عضلات البيكتوريس. عندنا ثلاث عضلات. الثلاث عضلات اللي في البيكتور جدا لو ما حدش طرحان اول عضله منهم اسمها بيكتوراليس ميجور، اسمها ولين بيكتوراليس ايه مين. طبعا صحيين قوي نعرف ان الشطره ما بيتسالش فين. اللي عندي ده ولين لو ما حدش سرح كده نبص مع بعض قد ما نقدر. اولا الراجل ده بنبص له من قدام كده شلنا جلده، وبعد ما شلنا جلده شلنا كمان البريست او الفاشيا وكده كله. العضله الكبيره ديت تبقى العضله اللي اسمها ولاد بيكتوراليس ميجور، اسمها ولاد بيكتوراليس ميجور. لما ببص في الكتاب كلمه بيكتورال يعني صدريه وميجور العظمى، انا تليهم في صغيره او في واحده ثانيه، يبقى في عضله بنتكلم عليها اسمها ولاد بيكتوراليس ميجور، اسمها ايه؟ بيكتوراليس ميجور. دي العضله الاوليه اللي نشرحها مع بعض. انا تمام. ترتيبا بقى للطلبه الصحيين اللي عندهم علم كويس قوي اكثر مني يعرفوا الايه؟ لو دي البكتوريس ميجور بتاعتنا في الجثه بتاعتي كده، محدش سرحان قد ما نقدر. قال بص يا دكتور، الراجل ده الاطلس ده بتاع واحد اسمه نيتر، اكيد سمعتوا عنه. فرانك نيتر دوت بيتباع في المكتبات، اطلس حلو جدا. طبعين طبعا بقى مصر كده بس كويسه. وفيه سيديهات. فهنقعد نتفرج الاول زي ما قلنا وبعد كده نتفرج. طيب، هذا نفس السؤال. الراجل دوت لما تبص له من قدام، مين العضله اللي بانت دي انهي عضله؟ بكتوريس ميجور. طب لو سالتكم السؤال مين العضله اللي فوق دي تبقى عضله مين؟ كلابي. طب اللي في النص دي تبقى عضله مين؟ ستيرن. يبقى العضله الكبيره دي اسمها ايه؟ بيكتوراليس ميجور. طبعا سمعت مع الدكتور احمد زين اليومين اللي فاتوا ان العضله ليها بدايه ولها نهايه، والبدايه سميتها اورجن والنهايه اسد. يبقى العضله دي برضه هيبقى لها بدايه ولها ايه اولاد؟ نهايه. اسال سؤال للطلبه الصحيحين، مين العضله اللي موجوده فوق دي تبقى اسمها عضله مين؟ كلابي. اللي في النص دي عضله اسمها السترن، اسمها ايه؟ السترن. السترن بثلاث اجزاء، الجزء اللي فوق ده ليه اسم غبي مالي بريام بس مش مهم النهارده. واللي في النص ده اسمه البادي. اخر حته تحت دي اسمها زيفويد بروسيس. كلمه زيفويد اللي هقولها ديت يعني خنجر، لان العضله كلها زي الخنجر، ففي حاجه اسمها زيفويد بروسيس، ده جزء من عضله مين يا ولاد؟ السترن. طب اسال سؤال للطلبه الصحيحين، لو دي عظمة الاسترن بتاعتي من فوق لتحت هتبقى فيها كام جزء أولاد؟ ثلاثة. اللي فوق ده إيد الخنجر، واللي في النص ده جسم الخنجر وقمة الخنجر، فاسمها العظمة الخنجرية، وده اسمه زيفويد بروسيس، اسمه أولاد زيفويد بروسيس. الناس اللي عينها معايا كده اسمها الكلمة دي زيفويد. طبعا أكيد قال لكم إن كلمة أويد يعني إيه؟ شبع. وزيت يعني ايه؟ خنجر، حاجه شبه الخنجر لانها مدببه زي السكينه كده، اسمه ايه ولاد؟ زيفور بروسيس، اسمه ايه؟ زيفور بروسيس، اسمه تجربه المستقبل، زيفور بروسيس. طب مين اللي موجود هنا لو انتم صحيين؟ يبقى ده اسمه ايه ولاد؟ البادي، جسم الاسترن، وده بدايتها اسمه ماني بريام، بلاش الاسم الغبي ده النهارده. حد فينا يقدر يقول لي مين العظمه دي؟ يبقى معلم قوي قوي قوي. اسمها العظمه دي كلابكن، والعظمه دي اسمها عظمه مين يا ولاد؟ استرن. الرسمه اللي على الناحيه الثانيه دي شالوا البكتوراليس ميجور، كل دي اسمها بكتوراليس ميجور. لما شلناها ظهروا الحاجه الزرقاء دي. تعالوا بقى نسال مع بعض سؤال. كلمه تريب يعني ضله، وفي كلمه ثانيه اكيد عرفت عليها اسمها كوستال، يبقى ضله يعني ريب وكوستال يعني ريب. طيب انا عندي كذا
فريدس مجازمته. قال له انت بتقول لي هبل ليه؟ عشان انا عندي في مناخيري كارترج من قدام اسمه ليزر كارترج. وفي ودني كارترج، كارترج يعني غضاريف لو سمعتوا عنه، اسمه الكارترج بتاع الاير. طب لو كل مرة قدام بقى في اخره كارترج يسموه ايه؟ كوستم كارترج، يبقى كارترج الضلع، مش كام ضلع؟ يبقى مفيش ضلع من اوله لاخره ضلع. يبقى من ورا لقدام ضلع، طب اللي كمله من قدام حته ايه؟ غضروف. لو حد عنده دم وضمير يبص في الرسمه دي كده. الناس عملت ايه لو صاحيين؟ عمل لنا يا اولاد شوفوا 1 2 3 4 5 ديت مش محطوطه على الضلع، دي محطوطه على مين يا اولاد؟ على غضروف الضلع اللي هيتسمى ايه؟ كوستم كارترج. لسه بص في الرسمه دي، في الرسمه دي. العظمه الواقفه دي فين الكلافيكل؟ اسامه فين الكوستم كارترج؟ اللي عليهم ارقام 1 2 دول كارترج. ولما الضلع نفسه عض يبقى اي واحد فينا ده عض. لما يجي قدام ما يبقاش عض، يبقى اسمه ايه؟ كارترج. كارترج يعني غضروف في اليونه شويه كده، اتسمى كوستم كارترج. اسمه ايه؟ كوستم. تمام، احنا ماشيين صح قوي كده. فين البكتوريالز ميجر بتاعتنا لو حد معلم بقى لو كده؟ العضله بتتسمى بكتوريالز ميجر، اسمها ايه؟ بكتوريالز ميجر. تمام. الطلبه اللي عندها دم وضمير قالوا عندنا ايه يا اولاد؟ لو بصينا كده اولاد عندنا دي بكتوريالز ميجر بتاعتنا، شلناها في الحته دي، قاطعينها اهو. ظهرت بكتوريالز ماينور بس مش باينه قوي. ليه؟ قالوا مغلفه فاشيا اسمها كلابي بكتورال فاشيا. ففي فاشيا هنسميها بس الصوره مش جايباها كلمه كلابي بكتورال. كلمه كلابي بكتورال فاشيا دي موجوده هنا كده. ادوني فرصه بس وارجع للصوره دي تاني. الرسمه دي بقى عملنا في البكتوريالز ميجر شلناها خالص. العظمة اللي فوق دي تبقى عظمة مين؟ الكلام. والعظمة دي تبقى عظمة مين؟ السم. عبد الله لو بتسمعه ده ضلع وده ضلع وده ضلع، ايه اللايف ده؟ دوت يبقى مين؟ كوستال كارترج. العظمة اللي انت شايفها اسمها بكتوريالس ماينور. طيب لما بتبقى الميجور موجودة ليه ما بتبانش؟ مغطياها؟ يبقى لما تشرح بني ادم لما تخش تشرحها هتلاقي عضلة كبيرة اسمها بكتوريالس مين؟ هنشيلها. هلاقي دي بقى عضله اسمها بكتوريالس ماينور. الناس اللي صاحيه بكتورال يعني صدريه، الصدريه العظمى والصدريه الصغرى. الله لو بتفهموا اللي جاي دي بقى للعباقره بس. دي كلافيكل ودي عضله تحت الكلافيكل. لو خبرتكم كده وشفت اسمها ايه؟ بصوا كلمه اسمها ايه بقى؟ كليسيوس ماسل. الله لو مجمعين يبقى لما اجي اسال سؤال الطب الصحي دي عضله اسمها سب كليديوس ودي عضله اسمها بكتوريالس ماينور والمقطوعه دي اسمها بكتوريالس نيل. يبقى طبعا في لطف العظماء لو ارض يبقى البكتوريال ريجن فيها كم عضله كده؟ ثلاثه. مين الثلاث عضلات بقى؟ نقدر نعد مع بعض ولا لا؟ بكتوريالس ميجور، بكتوريالس ماينور، سابكليديوس. دي العضلات اللي عنوان المحاضره اللي اسمها ماسل اوف بكتوريال ريجن. هنكملها بتاع النهارده ونكملهم بكره كمان. فالعضلات كم عضله موجودين؟ ثلاثه. الاولانيه اسمها بكتوريالس ايه اولاد؟ ميجور. دي بتغطي الدنيا. في الشارع هتلاقي مين اللي ظهر؟ بكتوريالس ماينور وعضله اسمها سابكليديوس. اسمها ايه؟ سابكليديوس. تمام. الناس اللي عندها ضمير ترجع تقول لي راجعه غريبه جدا. تقول يا دكتور الناحيه دي في ميجور موافقين واللي هنا الميجور اتشالت. ليه الماينور مش واضحه قوي؟ عليها غلاف فاشيه. اسمها الفاشيه دي كلافي جنب كلمه كلافيكل. كلافي جنب كلمه كلافيكل. وراح على الماينور فاسمها ايه الفاشيه دي؟ كلافي بكتورال فاشيه. اسمها ايه؟ كلافي بكتورال فاشيه. نفسي افترض ان كنت طالب بقى كل الطب لو اديتك مشط قلت لك تعالى شرحها او شرح جزء في مين؟ اول طبعا هتشيل مين يا ولاد؟ سكين. هتلاقي مين الفاشيه المفقوده؟ سوبرفيشال فاشيه. في الفيميل تلاقي ايه؟ البريز. وارجع ما الاقيش طبقه شلتهم الاقي طبقه دي فاشيه بتغطي البكتوريالس ميجور اسمها بكتورال فاشيه اشيلها. الاقي البكتوريالس ميجور واضحه زي الفل اشيلها. الاقي مين اللي ظهر؟ سابكليديوس وبكتوريالس ماينور وبينهم راق فاشيه اسمه كلافي بكتوريال فاشيه. اقطعها الاقي الماينور بقت واضحه والسابكليديوس بقت واضحه. يبقى لما اجي اسال سؤال الطلبه المصحيين يبقى في منطقه في الاناتومي اسمها كلافي بكتورال ريجون. مش كام ده؟ تعرفوا ايه عن كلافي بكتورال ريجون بقى لو جينا قلنا مع بعض؟ شيل سكين تلاقي تحت السكين مين موجود؟ سوبرفيشال فاشيه. شلت في السوبرفيشال فاشيا مين؟ البريز. يبقى السد نايم في عين الفاشيا سوبرفيشال. شلته بالفاشيا دي. ليه الفاشيا بتغطي البكتوريالس ميجور اسمها بكتوريال فاشيا؟ دي ديب فاشيا شلتها. لقيت عضله اسمها بكتوريالس ميجور قطعتها. لقيت مين مع كده؟ سابكليديوس وبكتوريالس ماينور وبينهم فاشيا.
اشياء اسمها كلابي بكتب نظفتها نظفت بالي كويس مش كده كده الواحد بقى يبدا يذاكر زي ما بتقول ايه بدا في دماغه امور مرتبه مش عماله فجاه بمعلومات تعرف الدكتور سميث فيكتور سميث الشباب يسموها البنشات العضلتين الكبار دول اللي هنا وهنا دي اسمها العضله ديت فيكتوريال سميث فيكتور سميث بتاخد اورجن ولا هنسش اورجن من الكلاب يسموه كلافيكولار هيد او كلافيكولار بارت اورجن من الاسترنال يسموه سترنال كوستال هيد هنا في الكتاب يبقى العضله ليها كام اورجن يا ولاد اثنين طبعا انا عارف انكم بتفهموا بس الناس هتسمع كويس لو اتسال سؤال طلبوا كله طب الحضانات العضله هنسميها فيكتوريال سميث العظمه اللي فوق دي عظمه مين؟ الكلاب. الفيكتوريالس ميجر خارجه من الكلاب اللي اهو وهتخرج من الاسترنال اهو. جزء من الكلاب اللي يسموه كلافيكولار هيد. طب اللي يجي من الاسترنال هنسميه اسم غريب شويه اسمه سترنو كوستال هيد هنا في الكتاب. كان ممكن اسميه كلافيكولار بارت عشان طالع من الكلاب. احنا كل عضله ليها بدايه وليها نهايه. البدايه سميتوها اورجن والنهايه سميتوها انسيرس. الفيكتوريالس ميجر عايزين لها اورجن. طبعا مين العضله دي؟ قال له الدكتور بياكل الكلاب لو عندنا في الكتاب طبعا عظمه مين؟ الكلاب طبعا الناس اللي مخها نضيف هتقول هي العضله قدام يبقى طالعة من انهي سطح من الكلاب كده؟ انتيريور سيرفس كل الانتيريور سيرفس قالوا لا نصه بس يبقى ميديال هاف اوف انتيريور سيرفس اوف ذا كلاب عايز الاورجن من الكلاب يبقى العضله اللي هي هيد اسمها كلافيكولار هيد الناس اللي صح يا تقدر تقول وات ذا اورجن اوف كلافيكولار هيد عندنا في الكتاب ده قد منين؟ يبقى عندي عضله اسمها فيكتوريال سميث اتس ارايزز يعني بتخرج بكام هيد يا ولاد؟ تو هيد اول جزء اسمه ايه؟ كلافيكولار هيد عينك في الرسم على ايدك اليمين هتلاقي كلافيكل موجوده فوق والفيكتوريال ميجر مرسومه وخارجه من الكلافيكل خارجه من الكلافيكل هل طالعة من السطح الامامي ولا السطح الخلفي؟ قالوا الامامي يا دكتور كل الامامي ولا جزء منه؟ جزء من انهي جزء منه؟ ميديال هاف اوف انتيريور سيرفيس اوف ذا كلاب عايز برج الطلعه من الكلاب نقدر نقوله كده مع بعض ولا لا؟ هقول مره وانت هتقول كلافيكولار هيد ارايز فروم ذا انتيريور سيرفيس اوف ميديال هاف اوف ذا كلاب يبقى طالعه من عظمه مين؟ الكلاب انهي سيرفيس انتيريور كله ولا نصه؟ نصه النص الميديال والنص اللاترال الميديال عايز برج الكلاب تطلع من العضله بقى كده بتقولون الاورجن من الكلاب من انهي جزء يا اولاد؟ انتيريور سيرفيس ولا اوستيريور سيرفيس؟ انتيريور سيرفيس كل الانتيريور سيرفيس ولا نصه؟ نصه الميديال ولا اللاترال؟ يبقى العضله اسمها فيكتوريال سميث في ناس بقى اقوياء جدا بس الكتاب ما كتبش العضله بدل ما تطلع من نص الكلاب بس تطلع من تلتين الانتيريور سيرفيس يعني لو قريت الكتاب السنه اللي فاتت او اي سورس ثاني هلاقي الفيكتوريال سميث مش طالعه من النص بس دي طالعه كمان من حته هنا وبالتالي العضله بتاخد من ميديا تو سيرفس ايه معنى ميديا تو سيرفس؟ يعني التلت ده والتلت ده يبقى بعض الناس النص وبعض الناس ايه التلتين دي فاريش ناس عينيها قدره وناس عينيها عسلي دي فاريش في خلق الله يبقى بعض الناس مش لو قعدت في السكشن سمعت البكتوريال سميجر ايه اورجن من عظمه مين؟ الكلام طبعا من عظمه الكلاب منين بقى من عظمه الكلاب من انتيريور سيرفس قالوا كله ولا نصه؟ نص انا نص فيهم الميتا ولا اللاترال الميتا يبقى ده كلافيكولار هيد اسمها ايه؟ كلافيكولار قالوا في ناس عندهم عضله كبيره شويه فالعضله دي بتطلع من الكلافيكل منين من الكلافيكل؟ انتيريور سيرفس بس من تلتين الانتيريور سيرفس انا تلتين الميديا بارت الميديا ايه؟ تو سيرفس ميديا ايه ولاد؟ تو سيرفس ده الاورجن بتاعنا من عظمه مين؟ الكلام يجي الاورجن من السترن لو عندنا في الكتاب ويا ريت تبص في كتابنا كويس او اي كتاب طبعا هيد اسمها استرنو كوستال هيد استرنو يعني جاي من السترن وكوستال يعني طالعه من الكوستال كارتريج يبقى ليها كود اسمه ولاد استرنو كوستال هيد اسمه ايه؟ استرنو كوستال هيد في الحاله دي لو انت بتبص كويس على الرسمه دي والرسم وكده البكتوريالس ميجر هنا لازقه على الاسترن كمان لو انا شلت ليها لازقه على الكارتش دوت اللي هو انهي كارتش الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وان كان مش باين يبقى العضله بتطلع خارج منين؟ من الابر 6 كوستر كارتش ابر مين يا ولاد؟ 6 كوستر كارتش حصلكم بقى مصيبه صوت دلوقتي يا ريت تسمعوا معايا كده واللي عنده مشاكل بقى يركز معايا قوي في اللي جاي ده وليه؟ انسوا العضله دي 3 دقايق وارجعوا معايا اللي هقوله ده. البني ادم ده مش شراحين تمام ودي عضله يمكن سمعتوا عنها ريتنس ابدومينس اللي فيها تندرز انترسكشن لو خدت حاجه كده مش مهم يعني العضله
حدش يبقى سرحان. العضله اللي نازله مايله دي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل. اكسترنال خارجي وابدومين يعني بطن اوبليك مائله. العضله دي لما تيجي تاكلها بتبدا من هنا وتنزل بميل كده، ولما تقرب من ميدل لاين العضله بدل ما تعمل تندون تعمل حاجه مبططه اسمها ابينيوروسيس. فين الابينيوروسيس وفين العضله في الرسمه دي؟ حد فينا ده يقول لي عليها كده. البني دي تبقى مين؟ المصل. طب لما قربت من الخط المنتصف بقى لونها ابيض، نسيج ليفي ابيض مبطط كده، بدل ما يبقى تندون مدور يبقى مبطط، يتسمى ايه؟ ابينيوروسيس. يبقى اي واحد في جدار بطن، هعمل اختبار لك هذا الصوره دلوقتي. العضله نازله مايله كده، بعد ما مال كده العضله اللحم اختفى وظهر منه غشاء. غشاء ده اسمه اولاد ابينيوروسيس، اسمه اولاد ابينيوروسيس. العضله يمين وعضله شمال يتقابلوا مع بعض في النص، دي عملت ابينيوروسيس ودي عملت اولاد ابينيوروسيس، دي عملت ايه؟ ابينيوروسيس ودي عملت ايه؟ ابينيوروسيس. تيجي تشرح الفيكتور سميث تلاقي حاجه جميله جدا. فيكتور سميث اللي هو الصحيين هتلاقي العضله لازقه كده في الطلبه الصحيين، فعرفت مين اولاد الاسترن. تقول لي دي هي لازقه في الاسترن ليه؟ انا بقول ده منها قرص. من السطح الامامي بتاع الاسترن ولا السطح الخلفي؟ طبعا الامامي كده برضه يبقى انتيريور سيرفس. قال لي الاسترن بتتكون من كام جزء؟ ثلاثه. الاسترن مش صعب جدا، ثلاثه كام بتوع سميث؟ اثنين. والاسترن برضه في النص. هل واحدة تاخد كل الانتيريور سيرفس ولا واحدة نص واحدة نص؟ لو ما كده اكيد انا نص قلت نص يعني الدنيا كده. طب الكتار سميتر اللي هنا تاخد من نص الانتيريور سيرفس وذا ستيرن، الكتار سميتر اللي هنا تاخد نص مين؟ انتيريور سيرفس وذا ستيرن، مش مضطر. قال طب انت لازق على الستيرن من الستيرن كوستال هيد، لازق على الستيرن من الستيرن كوستال هيد، لازق على الستيرن من الستيرن كوستال هيد، طالع مين؟ تمام. هل الانتيريور سيرفس انا نص عشان الثانيه تاخد النص الثاني؟ الدنيا ماشيه كده. قال طب الستيرن فيها جزء فوق اسمه مانيبريم بلاش اسم، ولا جزء اسمه بادي مش مهم قوي، والجزء اللي تحت اسمه زيفويد. اسمه ايه؟ زيفويد. اسمه جامد قوي زيفويد بتاعنا دوت حته من الستيرن. طب البادي مع الستيرن انا هسألك صوت صعب جدا بس انجليزي، كلمه جنكشن يعني ايه؟ تصاعد. يبقى البادي لما بيقابل الستيرن اسمها زي الستيرن جنكشن. اسمها ايه؟ زي الستيرن جنكشن. هسألك صوت صعب لو حد فينا جاوب يبقى معلم. الصوره ديت الطلبه الشطار قبل ما اكمل شرحي هسالكم عليها كده. لو بصيت على واحد من قدام قلت له طب ده مره في حياتكم كده منين؟ وقلت له الراجل ده القفص الصدري بتاعنا، فين عظمه الاسترن في الراجل ده؟ هي دي؟ طب ديت؟ طب ديت؟ 100 100. اللي فوق ده اسمه ايد الاسترن، بلاش اسمه، اسمه مانيبريم، اسمه جامد قوي. مانيبريم جاي من مانيوال ايد كده، مش مهم. طب اللي هنا ده اسمه جسم الاسترن. لو حد قال لي الديفويد بروسيس يبقى معلم قوي قوي، يبقى اللي تحت ده اسمه ديفويد. طب اللي جاي ده صعب. الحته دي اسمها ايه؟ جنكشن بين مين ومين؟ قالوا البادي والديفويد بروسيس، فتتسمى اسم غريب قوي قوي. زيدي استرنال جنكشن اسمها ايه؟ زيدي استرنال جنكشن اسمها ايه؟ زيدي استرنال جنكشن اسمها ايه؟ زيدي استرنال جنكشن. طب لو انا قلت ان الفيكتورنس ميجور هتاخد قرد من انتيريور سيرفس ذا استرنال من اوله لغايه هنا، لغايه اي نقطه بقى؟ زيدي استرنال جنكشن. وتاخد قرد من الكوستر كارتج الاولاني. طبعا الطلبه الصحيحين ده ضلع وده الكارتج بتاعه، ده ضلع وده ضلع الكارتج بتاعه. سألتكم سؤال انجليزي، ايه معنى كلمة فرونت؟ أمام. يبقى بالتالي العضلة بتاخد أورج منين؟ من الفرونت بتاع الكارتج ولا الباك بتاع الكارتج على الرئة من جوه؟ من فرونت. يبقى أنا عايز أقرا تو أورج والتالت لسه ما شرحتوش. الناس اللي صافية ستيرن كوستال هيد. بص ذا أورج بتاع ستيرن كوستال هيد، الناس اللي هتذاكر مكتوب فيها الإيه؟ ستيرن كوستال هيد إت إز لارج أرايزز فروم هارت هاف يعني نص انتيريور سيرفس اوف ذا سترنم داون تو. تعرفوا داون تو يعني ايه؟ نزولا الى. تركب الاسانسير من الدور الخامس تنزل للدور الاولاني، يعني كانك كده من قدامها لغايه اي نقطه بقى لو صحيين النقطه اللي هو منها ديت اللي اسمها ايه؟ داون تو. ده زيدي سترنم جنكشن. ايه معنى زيدي سترنم جنكشن؟ لو عندكم ضم وضمير لو ما كده التقاء مين بمين لو ما كده سترنم بزيبوي بروسيس يبقى اول اورجن. سوري كده عايز اختي يقول لي في الكتاب بقى كده اول اورجن موجود فين؟ طبعا عظمه مين لما كده؟ الاسترنم. اي سيرفس في الاسترنم؟ انتيرو ولا بوستيرو؟ انتيرو. اه طبعا اكيد مش كده، ده احنا من بره. طب كل الانتيرو سيرفس قالوا نصه، ليه نصه؟
عشان في واحده ثانيه مش كده لا. طيب نص الانتيرو سيرفس من اول العظمه لفوق دول نهايتها ولا دول نقطه معينه؟ دول نقطه معينه. مين نقطه معينه دي العظمه؟ دي بالسترنال جانكشن. طب العضله خدت اورجن كده نايمه على الكارتش الاولاني والثاني والثالث والرابع، هتاخد اورجن منه. اسال صوت صعب جدا، تاخد من الفرونت بتاع الكارتش للباك ورا على الفرونت. الله في كتابنا بنقول وما حد سامحين تاني اورجن. تاني اورجن مكتوب ايه؟ It arises من الفرونت اوف ابر 6 كوستال كارتريج. ايه معنى فرونت اوف ابر 6 كوستال كارتريج؟ انا كل كارتريج له سطح خارجي انا شايفه فرونت وسطح خلفي باك انا مش دعوه بيه، هي لك على الفرونت. مش كده بتاع كام كوستال كارتريج؟ ابر 6. اللي جاي ده بقى خير جدا. من اكسترنال اوبليك ابينيروسس، من حاجه اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك ابينيروسس. الناس اللي عندها ضمير وبتبص معايا على الرسمه دي تبقى معلمه قوي. وطبعا ما حدش الموضوع ده في البيت غير شويه رسومات تتفرج عليه مره في حياتك وتذكر. انا بتبصوا على الرسمه دي وحكيتوا لي انتوا قصه كده. هل حد فينا في الرسمه دي شاف فيكتوريس ميجور؟ لا. في فيكتوريس ميجور؟ هي دي. طب هي دي؟ طب هي دي؟ عشان ما اقدرش وقت بصراحه. العضله المايله دي اسمها ايه؟ اكسترنال، بصوا اسمها ايه طويل ازاي؟ الكتاب بتعمل كلمه ابدومينال الفها، بس العضله اسمها كده، اسمها ايه العضله دي؟ اكسترنال خارجي. ابدومينال في البطن. اوبليك مائله، العضله المائله البطنيه اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. لو حد فينا صاحي وبيسمع العضله دي لحمه، طب الابيض اللي ظهر ده بقى ايه؟ ابينيروس. يبقى العضله كانت لحمه وبقت ايه؟ ابينيروس. المفاجاه جايه في الطريق، اطلع اشوف شوف ايد الراجل بتعمل ايه؟ الاقي العضله لازقه في الابينيروس من بره. يبقى العضله كمان بتاخد اورجن من مين؟ من الابينيروس. ويبقى العضله ليها كم اورجن؟ لو عندكم دم وضمير ثلاثه. هقول جمله للشطار والباقي مش هيفهمها. الاستيلوكوستال دي طلعت من عظم ومن كارتج ومن فايبر ستيشن. لو حد وافق على الثلاثه دول يبقى معلم. عظمة الامين استرنا زي الفل، مش كده برضه ولا لا؟ ولو جينا قلنا مع بعض من ايه كارتج اخر ست غضاريف، مش كده ولا لا؟ اخر 6 كوستر كارت. ومن فايبر ستيشن ايه؟ ابينيروسس. اسمه ايه؟ ابينيروسس. اسمه ايه؟ ابينيروسس. بتاع عضله اسمها اكسترنال اوبليك ماسل. هو طبعا الكتاب كان المفروض يكتب لنا اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل. اسال سؤال، عضله دي اسمها ايه؟ بكتوريس ميجور. اسمها ايه؟ بكتوريس. اصبحت معلم يقول لي الاورجن، ليها كم اورجن لما كده؟ اثنين. لما في البيت البكتوريس ميجور تاخد نص ليله ما تزعلش، دي اول عضله في حياتك، مش كده بقى؟ ولما تضيع مني محاضره هنا انا ما ازعلش، دي اول عضله بشرحها في حياتي، يبقى العضله اسمها ايه؟ بكتوريس ميجور. ليها كم هنا البكتوريس ميجور؟ اثنين. واحده اسمها ايه؟ واحده اسمها ايه؟ كلافيكيولار وستيرنوكوستر. كلافيكيولار جايه من عظمه كلافيكل. اي سيرفس في كلافيكل؟ انتير. كله ولا نصه؟ نصه. في بعض الناس تلتين. اسال سؤال صعب جدا، الميديال ولا اللاترال؟ ميديال. طب يبقى ميديال هاف اوف انتيريور سيرفس اوف كلافيكل. طب في بقى ليها هيد ثانيه اسمها ستيلوكوستر. اللي يقدر يقول ستيلوكوستر جاي منين؟ يبقى معلم قوي قوي قوي. انا لو بحفظ نفسي عشان ما اتضايقش قوي استرنم وكوستر كارسيو ابينيروس. خلص حلو قوي. كويس يعني. انا بقى شاطر شويه استرنال يبقى انتيور سيرفس، شاطر اكتر يبقى ميديال هاف اوف انتيور سيرفس او هاف اوف انتيور سيرفس. سوري، من اول فين لمنين؟ من اول استرنال لغايه حاجه اسمها زيفي استرنال جنكشن. طب العضله بتطلع كمان من ابينيروس، لازم على ابينيروس بتاع عضله اسمها اكسترنال ابليك مصر. مش كده؟ العضله دي بتروح تعمل سيرش في اليوم في حاجه اسمها بايسيبتر جروب. حد فينا قرب بايسيبتر جروب بتاع اليوم؟ كان ليه شفه اسمها لاترال وشفه اسمها ميديال وبينهم فلور. الناس اللي صاحيه معايا هتبص معايا كده. الناس اللي صاحيه تقدر تقول العضله دي هيومرس، ده ابر اند بتاع اليومرس. هنا في اليومرس كان عليها دي هيد، كان في اناتوميكال نيك. الحته البارزه اللي قدام دي اسمها ليس ارتيبروست، وده اسمه جليت ارتيبروست. العلامه دي موجوده في جروب اسمه بايسيبتر جروب. اللي فينا ذاكر البايسيبتر جروب ده شفه داخليه اسمها ميديال وشفه خارجيه اسمها لاتحليب، واللي بينهم ده اسمه فلور. العضله بتعمل انسرشن في اللاترال ليب وبايسيبتر جروب. بتعمل انسرشن في مين؟ لاترال ليب وبايسيبتر جروب. بتعمل انسرشن في مين؟ لاترال ليب وبايسيبتر جروب. طبعا اللي عندهم ضمير وكتير جدا موجودين كده. لو بصينا على الرسمه دي مع بعض من كتاب تاني كده بس محدش يبقى سرحان. قلت لكم كده وليه؟
العضله الصحه دي. بص بقى المنظر بتاعي، حد فينا يقدر يقول لي فين البكتيريا ميجر في الرسمه دي ولا مش شايفها؟ واضحه جدا. طب اسال سؤال، اللي يقدر يقول لي الحته دي جايه منين يبقى استاذ قوي قوي قوي؟ دي اللي طالعه من ابينيوروسس بتاع عضله اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك ماسل. طب تمام، والعضله دي جايه من عضله مين يا ولاد؟ السترن. وطبعا تقطع من انهي كارتش؟ اوستر كارتش. طب فين الكلابيكل في الرسمه دي؟ اهي العضله جايه كده. طبعا انا هقول حاجه بقى، المسل فايبر الياف العضله اللي جايه من الكلابيكل نزلت داونورد اند لاترال، اما اللي طلعت من السترنم طلع ابورد اند ايه؟ لاترال. يبقى دي نازله لتحت ودي طالعه لفوق. رايحين يعملوا انسرشن في انهي حته؟ في لاترال ليب بتاع انهي جروف يا ولاد؟ بايسيبتر. الرسمه دي الراجل ده عمل حاجه رائعه جدا في الاشرس بتاعه. الناس اللي صاحيه عمل لنا بيكتوريس ميجور اهي. طبعا ده كلافيكيولار هيب الخط الاحمر ده ونال ده كده، والستيرنو كوستال هيب طالعه كده. عمل التندون. التندون ده بيسبب تروحوا فين لو انتوا صاحيين؟ في لاترال ليب بايسيبتر جروف. التندون ده بيتكون طبقتين. كلمة لامينا يا ولاد، كلمة لامينا الطب الصحيح كلمة اسمها لامينا. كلمة لامينا يعني طبقة لير، ولو جمعتها تبقى اسمها لاميني. طب تعالوا نشوف مع بعض لو انتوا بتألفوا تأليف صح. لو جيت شرحت واحد وبصيت عليه كده وطلعته جنان، العظمة ديت تبقى عظمة مين يا ولاد؟ ترن. تمام، قبل من ليبريا مسترناي وادي المنظر بتاعي وادي الاسترنا وادي عندي بروسيس بيفوي. العين دي يا ولاد طلع الاولاني والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وكده. العظمه اللي واقفه دي كانت عظمه اسمها ولاد سكال، ودي عظمه اسمها ولاد هيومرز، ودي الهيب بتاعتها ودي ماستر. هنا ده مين ده الليب وده مين ده؟ لا ده الليب. اللي يقدر يقول لي اسم العضله مين العظمه اللي فوق استفدتها ايه؟ كده تعالوا بقى نشوف القصه. المسل فايبر اللي هتطلع من الاسترنو ومن الابيليروس ومن الكارتج تطلع كده ابورد اند لاترال كده، وتروح تسيب تروحها في الابر بارت بتاع اللاتر ليب وبايسنتر جروف. دي الماسك فايبر بتاعت الهيد اللي سميتوها ايه يا ولاد؟ استرنو كوستال هيد. تمام، اما الجزء اللي جاي من الكلابيكل اسمه كلابيكلر هيد جاي كده وهينزل كده ويعمل الطبقه اللي تروح للور بارت بتاع اللاتر ليب. في الحالة دي اسأل سؤال، يبقى التنتوم بتاعنا بيتكون من كام لامينا؟ اثنين، لامينا انتيريور ولامينا بوستيريور. مين عمل الانتيريور لامينا ومين عمل البوستيريور لامينا؟ نقدر نقول مع بعض ولا لا؟ انتيريور لامينا من كلافيكيولار هيب وبوستيريور لامينا من السيرو كوستال هيب. الناس اللي عندها ضمير معناها كده. اسألكم سؤال اتفضلوا يا جدعان، لو الورقة ديت تمثل هيب يبقى الهيب بتاعتي دي نازلة كده، اسمها الهيب يا ولاد سميتها كلافيكيولار هيب. قالوا طب الهيد الثانيه تتسمى ستيرن كوستال هيد. اسمعوا معايا، ستيرن كوستال هيد طالعه من ستيرن ومن الكوستال كارد ومن الابيليروسس وراحت تعمل انسرشن في اللاتر ليب، والكلابيكيولار هيد طالعه من الكلاب ونزل كده وراحت برضه معاها، بس واحده نزلت لتحت واحده طلعت لفوق شويه. سميت روحهم في اي حته ولاد في الهيومر، فين في الهيومراس؟ في البايسبتر جنوب. فين في البايسبتر جنوب؟ في اللاتر ليب. بتعمل كده يبقى كام طبقه لو بعد كده؟ اثنين، انتيرو طبقه ليه انتيرو لامينا وبوستيرو طبقه البوستيرو لامينا. التو لامينا دول مع بعض لازقين مع بعض تحت شويه كده كانهم يو شيب، وبالتالي انا هقرا الكلام ده فين؟ يبقى العضله اللي سميتها بكتوريتس ايه؟ عايزين انسرشن. انسرشن فين بكتوريتس ايه بقى يا ولاد؟ في الهيومرس. فين في الهيومرا؟ في لاترال ليب وبايسبتال جروب. تمام، التنتون اللي عملته بيتكون من كام طبقه؟ اثنين، فبيطلع عليه كلمه باي يعني اثنين، لامينا طبقه، لامينا اماميه ولامينا خلفيه. مين يعمل الانتيرو لامينا؟ الكلافيكيولار هيد. ومين يعمل الديب لامينا او البوستيرو لامينا؟ السيرفو كوستال هيد. التو لامينا بتاعتي قالوا هنا كده يا ولاد الطبقه الصحيين عدلت. بالنسبه للكلافيكيولار هيد نازله داونورد لاتر وراحت اللور بارت بتاع اللاتا ليب. طب الاسترن كوستال هيد طلعت ابورد لاب، راحت الابر بارت بتاع اللاتا ليب. الاثنين لامينا والثاني يبقوا لازقين مع بعض من تحت. طبعا قالوا الوصف كده كانهم عاملين زي حرف تعرفوا في الانجليزي يو شيب، مش كده؟ التندون يطلق عليه ان هو ايه؟ باي لامينر تندون. يطلق عليه ان هو ايه؟ باي لامينر تندون. الكلام ده في الكتاب مكتوب في ايه؟ وانتوا اللي هتفتوا باذن الله ان شاء الله. الناس اللي صح يا اولاد بص في كتاب الانسرشن بتاع العضل انسبتد باي اباي
2 ولامينر يعني ايه طبعا يبقى التندون بيكون 2 لامينر تمام انسرتت في مين في اللاترال شفه اللاترال ليب بتاع جروف الاسكو باي سنتر جروف اللي ليه اسم تاني انتر تيوبركل جروف ليه بيسموه انتر تيوبركل جروف لانه بين الليسر تيبروستي وجريتر تيبروستي يبقى جروف ليه اسمين عشان ماشيه في البايسبس اسمه بايسبتر جروف وعشان بين تو تيوبركل اسمه ايه انتر تيوبركل جروف لما ذاكروا بايس ان شاء الله باذن الله طيب ده انتيرو لامينه والبوستيرو لامينه يبقى سطر تحت الانتيرو لامينه وبعدها بوستيرو لامينه الانتيرو لامينه معموله من مين من كلافيكر هيد وانسرت داون دايركت طبعا انسرت داون لور اند داون طبعا الكلام ناقص مش كده لا اللي كتب الكلام في جمله وقعت منه مش كده هو هي دايركت داون لور اند لاف وانسرت في اللور بارت بتاع الليف لا خليل بص بقى الستيرو كوستال هيد مكتوبه صح البوستيرو لامينه از فورمد باي الستيرو كوستال هيد and inserted فين؟ في الأبر بارت بتاع عين الليب لو ما كده لتاليب يعني كان مفروض يكتب في الكلافيكولار هيد انها inserted في مين؟ في اللور بارت بتاع لتاليب الكلام كتب غلط مش كده لا عشان انت بتقرا في البيت يبقى نفسي تصححه اقول في ايه؟ ان العضله العملي كام لامين اولاد؟ 2 واحده ايه واحده ايه؟ واحده اسمها كلافيكولار والثانيه ستيركوس انتيرو وبوستيرو الانتيريور عملتها كلافيكولار هيد ونكتب للور بار بتاع اللاترال ليب وبايسبتر جروف يعني اصلح الكلام البوستيريور معموله من الستيروكوستال هيد وطلعت لمين؟ للابر بار بتاع اللاترال ليب وبتاع انهي جروف فبلاش بايسبتر جروف العضله اسمها ايه بقى اللي بتاخدوها؟ بيكتورال سميل اسمها ايه؟ بيكتورال سميل اسئله للاذكيه لما الدكتور احمد زين شرح العضلات العضله كل ما تطول تعمل افريكا عارفين انتوا اكتر مني العضله لما تصعب تكبر ولا تطول ولا تقصر؟ من 30 ل 40% من طول يعني لو عندي عضله طولها 10 سم تقصر تبقى كام سم؟ 6 محدش هيبقى سرحان طب تعالوا بقى نشوف ربنا ادى الدكتوراه سميث مكان معين قال لها تتسلق فيه الطلبه اللي داخله بقى ويقول لك احنا بنفهم واذكياء والكلام ده الكلابيكولار هيد دي المساحه دي موجوده للبكتوريال سميث الاذكيه اللي مخهم نضيف الكلافيكولار هيد عشان اطولها قد ما اقدر والستيرنو كوستال هيد عشان اطولها قد ما اقدر في المكان المتاح لازم اعمل ايه؟ اطلعها من اللاترال بارت بتاع الكلافيكل ولا ميديال بارت بتاع الكلافيكل؟ ميديال واخليها تعمل انسبشن في اللور بارت بتاع انهي الليب؟ لاترال ليب طب تخلوا الكلام عكس لو انت طلعتها من اللاترال ونهيتها في الابر بارت بتاع اللاترال ليب كان فاصل فايبر تبقى حلقه ايه؟ قصيره نفسي اعيد الجمله تاني هي العضله لما بتنطبق تطول ولا تقصر؟ تقصر تقصر قد ايه من طولها؟ من 30 ل 40% طب كل ما تبقى العضله طويله تكسر اكتر وتديك رينج من الحركه اكتر يعني انا عايز اقول العضله لما تيجي تقول مثلا لو خدت ذاكرته بدا من هنا وانتهت هنا طولها بس 20 سم اسرد بقت 12 سم يبقى لازم تحرك الدراع ده كام سم لو ما كده 8 كل ما العضله تطول المسل بتاعتها تدي اكشن اكتر طب يبقى احسن في العضلات تقرب الاورج من الانسرشن ولا تبعتهم عن بعض قد ما تقدر تبعتهم عن بعض تعالوا نستغل ذكائكم مره بقى نوجد انت طالع من عضلة مين؟ الكلابك تطلع من الاوراق النيوم تطلع بقى من مين دي البارت بتاع كلابكل ولا لا بتاع البارت بتاع كلابكل مين؟ طب لما تروح للهيومرس تروح للور بارت بتاع اللاب الليك ولا الابر بارت بتاع اللاب لو طب تعالى الثاني ستيريوكوستال هيد تطلع من هنا من هنا وتروح للهيومرس تروح للابر بارت بتاع اللاب الليك ولا اللور بارت؟ حد فاهم حاجه انا مش فاهمين؟ عايز بيكتور سميث راح اورجن انسبشن وبنفهم عايزين اورجن انسبشن العضله اسمها هي اولا بكتوريال سميث عايزين عينا في الكتاب الاورج طلع منين بقى العضله اللي هي كام هيد اثنين اللي هم التو هيد اسمها كلافيكولار هيد وستيرنو كوستال هيد اسمها ايه؟ طلع منين من الكلافيكل انتيرور سيرفس ميديال هارت بتاع عين السيرفس انتيرور سيرفس بتاع عضله مين؟ كده عايز استيرنو كوستال هيد طلع منين استيرنو كوستال هيد؟ ان طلع ثلاث حاجات انا اقول وانت من عرض ومن غضاريف ومن الياف عارف تبقى مين السيرف انتير كل انتير نص بس مش كده نص انتير سيرف مش كده من اول لغايه تبقى نقطه اسمها زيفي ستيرنال جانك سامعين دي على البحر وطلع من كالكوس في السيرف وطلع من الروس بتاع اسمها اكسترنال او
في هذا الكلام يا عم اسمها ايه؟ فيكتوريال اسمي ده في يطلع من المدرج عارف خط عضل اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ فيكتوريال ايه معنى فيكتوريال؟ صدرية وميجر عظمى يبقى العضلة الصدرية العظمى مش كاملة اسمها ايه؟ فيكتوريال ميجر اسمها ايه؟ فيكتوريال ميجر اسأل سؤال صعب جدا العضلة دي هتروح تتثبت في عضلة مين؟ هيومرس فين في الهيومرس؟ بايسكتا جروب فين الشفه؟ لاترال شفه لاترال ليف الانسبشن بتندر شكله ايه؟ باي لامينر باي ايه؟ لامينر باي لامينر يعني كام لامينر؟ اثنين لامينر انتيرو ولامينر بوستيرو اللي يعرف مين يعمل لامينر انتيرو يبقى معلم كلافيكرا ولامينر الخلفيه يبقى مين؟ السيرو كوستر الاثنين عاملين يوم شد كده طبعا بذكائكم المعروف عنكم لما اجي اسال سؤال الكلافيكولار هيد من هنا تنزل لتحت كده والسيرفا كوستال هنا تطلع لفوق هنا يعني انا بحاول ربنا طبعا يعني ادى العضله مكان معين وحب يستغله عشان هو ربنا ماكسيمم استغلال فبعد الاورجنال انسش قد ما عشان المسل فايبر تطول قد ما تطول عشان كل ما تبقى تطول هتديك حركه اكتر مش كده لا يبقى الناس اللي مكان نظيف هتشتغل مكان محفوظ عشان تسير مش كده لا ده انا بسال نفسي اسئله ليه انا طالع من الكلافيكي فوق ونازل للور بارت واللي جاي من تحت وطالع لفوق هي المساحه واحد اشتغل شقه ضيقه 30 ناس اذكيه حط السفره بطريقه معينه الصالون بطريقه معينه ظبط الشقه كده سمارت تفكير ذكي مش كده لا مش بالغباء فبالتالي هي نفس الفكره ان عضله اسمها ايه؟ بكتيريال سميث النرف الصبري اسمه ميديال بكتيريال نيرف ولا بكتيريال نيرف جاي من حاجه اسمها بريكال بليكس لما تركوها هنزعل مع بعض انما تي هي في نرف اسمه ميديال بكتيريال نيرف ونرف اسمه ايه؟ لاترال بكتيريال نيرف وريتكم رسمه للطلبه الصحيين اللي عنده دم وضمير طبعا الناس اللي صاحيه النرف الصبري للتنزيل العصبيه ما انا بشغل عضله مخك ده بيصدر لها الاوامر مين اللي يوصلها الاوامر اعصاب بصوا الرسمه دي لو صاحيين الناس اللي عندها ضمير والرقد عنده ان شاء الله باذن الله نبص على اللي جاي اللي عنده ده اولاد الرسمه دي حلوه جدا عجباني جدا بالرغم اني مش فاهمها بس هفهمها بص اولاد عيبان مش موجود الحمد لله بص اعضاء كان مش موجود في رسمه كويسه بس ده وقت بقى لما نلاقيها المهم العضله بتاعتنا ديت بلا مش مرسومه خالص في رسمه كويسه هفرجها لكم بس بقى ايه؟ المهم لها كام عصب بيروحوا لها اثنين واحد اسمه ميتا فيكتورال واحد اسمه ايه؟ لاتا فيكتورال اللي هيقرا في كتاب الكليه هيلاقي في ارقام اجاب الاعصاب ما تقراش لا خمسه وسته وسبعه وكمان تمام ارقام كده فالناس اللي صاحيه اسمع كويس قوي الحمد لله مش مكتوبين النرف السبلاي هتقرا كده نرف يعني عصب سبلاي يعني تغذيه يبقى التغذيه العصبيه من عصبين واحد اسمه ميديال بيكتورال نيرف وثاني اسمه ولاد لاترال بيكتورال نيرف ولما ناخد حاجه اسمها بريكال بريكس الدوشه كده هتعرفوها كويس قوي يبقى العضله كده للطلبه الشطار ليها كام حاجه كده ثلاثه ليها اورجن وانسبشن ونرف سبلاي ليها كام حاجه كده ثلاثه اورجن ليها كام هيد اثنين كده لما تقعد تشرحها وتتفرج على العضله دي ما تسيبش البسطه لما تشوف خمسه بتعزمي صغيره ودي مقطوعه ودي منظرها كده تطلع المشرحه عندك 16 في المشرحه مش كده؟ فكل جثه تفرج بتاعتي احنا شكلنا مختلف كلنا من بعض من جوه العضله عجيبه برضه فهتحفظ قد ما تقدر العضله اسمها ايه وليه؟ فيكتوريال سميث اكشن هنا بقى نقف مع بعض عارف اكيد سمعتم عن فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن ميديال ولاترال روتيشن في كتابنا بقى صفحه كده واللي هيسطح ربنا باذن الله يوريه النهارده لو بصيت يا اولاد ورا كده في صفحه كام عشان خلينا نخلص المنهج النهارده هاتوا ايه بقى؟ طب شولدر جوينت امسك الكتاب كويس عشان ايش دلوقتي؟ صفحه ايه؟ صفحة 186 186 186 هنلاقي الايه؟ بس محل الصفحين واللي هيسرق هو الغلطان اي عضلة تنسد في اليومرس تتحرك يبقى انا دلوقتي بتبرمج على حاجة العضلة مش مهم جت منين المهم تنسد فين لان احنا عارفين من البيزكس اللي خدت الانتروداكشن ان العضلة تنقبض مين اللي بيتحرك الانسرشن ومين اللي شبه ثابت الاورجن تمام يبقى العضله طلعت من الكلام الكولسترول والكوستاركارش والامينو
الابينيروسيس، الابينيروسيس اللي اكتبه 10 مرات في ايدي النهارده، والتالت عظمه مين؟ الهيومرس. يبقى اتحرك مين؟ الهيومرس. هو اللي بيجمع مع الاسكابل، وعاملين مفصل اسمه مفصل الكتف اللي اسمه شولدر جوينت. ايه الحركات المتاحه في الشولدر جوينت؟ فليكشن واكستنشن، ابدكشن وابدكشن، وميديال روتيشن ولاتر روتيشن. في رسمه العضلات، الرسمات اللي هم عاملينها مع الجوينت في البيزنس، عامل لك صفحه كده راجل وعمال يحرك في دراعه، مش كده ولا لا؟ دي اسمها ايه الحركه ديت؟ ابدكشن. بعد مين؟ لاتر روتيشن. تمام. يبقى احنا النهارده هنبرمج مخنا على حاجه، لو عضلة انسرتت في الهيومرس يبقى هتحرك، يبقى يظهر قدامي على الشاشة ست حركات تلقي منهم، مش كده؟ لا، بيتناسب مع هذه العضلة. عضلة جاية من قدامها تعمل فليكشن، جاية من ورا تعمل اكستنشن، تبع ظروف، بس أنا ما عنديش اختيارات تانية. يبقى الطالب الذكي لما تقول عضلة انسرتت في الهيومرس يبقى هتحرك الهيومرس. إيه الحركات المتاحة في الهيومرس؟ كذا كذا كذا، تفكر منه. تعالوا نشوف مع بعض. العضلة اللي ليها كلافيكيولار هيد وستيريو كوستال هيد، جاية من الكلاريكل ومن الستم وانسرت في الهيومرس. انا عملت ابدكشن، ده بعد ايد بعد اسمها ديلتويد، ايا كان اسم العضله. البكتريس ميجر هنا طولها مثلا 20 سم او 15 كده، طولت تبقى مش شغاله. ما دام العضله اتمطت كده مش شغاله. طب العضله دي لو انقبضت او كده جيت لها جنب تعمل اكشن اسمه ايه؟ ابدكشن. طيب اسال سؤال، يبقى اول اكشن ممكن احفظه الكلاريكل هي جايه كده. اكشن يعني عمل فعل العضله لما تنقبض، والسنه كل سنه طلعت كده. العضله دي جايه كده وجايه كده وانقبضت، بتعمل ايه في دراعي؟ تقربه مني، قرب دراعي مني. طب انا هسال جدا مش هجاوب عليه، لو قست من هنا لهنا وعملت ايدي وقست من هنا لهنا، مين اللي اطول؟ طب اسال اسئله الاسكيبه هنا، امتى تبقى العضله منقبضه؟ هل العضله كده منقبضه؟ لا، ده انت مطيتها، مطيتها يعني مش شغاله، قلت لها انقبض، قالت الدراع تعالى ارجع. طب عامل تكشف اسمه ايه؟ ابدكشن. يبقى العضله دي بتعمل ايه؟ ابدكشن. ده التسكيه بس. ده لا تلف بتاع بايسبتا جروف. لا تلف بتاع مين؟ بايسبتا جروف. لو لفته جوه يبقى ده اسمه ايه؟ لو لفته بره لا تاني التسكيه والتسكيه بس. دراعي اللي هم جنب كده. هل العضله كده تبقى اسري ولا كده تبقى اسري؟ كده يبقى اكيد العضله دي لو انقبضت هتعمل ايه في دراعي؟ دوران للداخل ولا دوران للخارج؟ يبقى وانت قاعد مع الشطار بالليل بتذاكروا مع بعض، ما توافقش على اكشن الا لو حسيت العضله قصرت، ما اقتنعتش المشرحه موجوده ولا موجود والدنيا موجود وكلنا بنقرا الدكاتره. تقعد تساله العضله دي ما تنفعش تبقى اشتغل، هيقعد يقنعك ازاي العضله عملت الشغل ده؟ بعد ثلاث اربع عضلات انت استاذ، تاخد الطلبه تشرح لهم، مش كده؟ لو بدات تخاف منهم هم العضلات مش هتفهمك، انما هي العمليه عايزه محاوله في البيت، لغايه ما توصل مع حل اسمه ايه؟ الاكشن اللي مكتوب ده يتناسب ان العضله تبقى اسر. لو العضله ما اسرتش في تفكيري انت بتحفظ حاجه مش فاهمها، وهتنساها ولا تكتب الكتاب. لما اجي اسال سؤال، كلافيكيولار هي جايه كده. وستيلو كوستال ايه طالعه كده؟ انت فاهم اثنين الهيومرس اللي جايه ده بس. ايدك بعيدة كده، تبقى العضلة دي مش شغالة يا دكتور، دي عاملة كده. لو انقبضت ترجعه، الحركة دي اسمها ابدكشن. دي اسمها 100 100. العضلة الدراع كده، هل العضلة لو انقبضت ممكن تلف لجوه كمان؟ تعمل له حاجة اسمها دوران للداخل، ميديا روتيشن، تبقى قربت ده من ده لوحده، مش كده ولا لا؟ يبقى ممكن تعمل ابدكشن وتعمل يا ولاد ميديا. اللي جاي الاسكيلة، لو حد فينا فاهم انه ذكي يسمعني، والتاني بص في الارض، ما فيش مانع، بص. انا هقف كده واسال سؤال الاسئله. انت جاي من الكلاريكل ونزلت للور بارت بتاع اللاتا ليب، هتشد الدراع ترفعه كده. الحركه دي اسمها دي كلاريكلر هيد. الاستيب كوستال هيد بقى من غير ما نقول له انا هجيب عيل من الشارع من الابتدائيه، قول له يا ابني انت واقف كده، المسافه من هنا لهنا اقصر والمسافه من هنا لهنا اقصر؟ تاني انا هقف كده وانتوا لا تفتوا، ده رؤيه بس بعيده عن العضلات. من هنا لهنا اقصر ولا لو عملت كده من هنا لهنا تبقى اقصر؟ انهي الاقصر؟ اولاني يعني ده معناه للاذكياء الكلابيسكيلا هي جايه من هنا لهنا، اصرع سدت دراعك بقت قصيره، شوفوا كانت قد ايه بقت قصر، هي اللي شغاله بس. في الحاله دي الستيب كوستر هي مش شغاله. ايه مش شغاله؟ او طب ده انا طولتها. تمام كده، يبقى الستيب كوستر هيد في الحاله دي مش شغاله، يبقى
في اكشن تقدر تعمله كيلوميتر هيد لوحدها اللي هو مين؟ بريك. انا نفسي اسال سؤال اخر اسمها ايه؟ بكتوريال سبيس. ما هو من الصعب جدا اطلع من المدرج بدل ما انا ما كنتش خدت علم ارض. العضله اسمها ايه؟ بكتوريال سبيس. ما انا في انا مش كده ولا دقيقتين بقى انا العضله اسمها ايه؟ بكتوريال سبيس. انا عايز اكشن. ايه الاكشن عملته؟ اطرش ودوران الداخل بيجردش ايه ده هول يعني الاثنين مع بعض. الناس اللي مش مقدر كيلوميتر هيد جايه كده والسالفه القصه الجايه كده الاثنين ممكن يجيبوا دراعات والاثنين ممكن يلفوا دراعات جوه كده. اه في بصمنا يا دكتور الكيلوميتر اللي انت مايله كده تقدر تشد وتعمل له اكشن اسمه اللي هي الفريكس. الاستنى قصه الهيد بقى في الحاله دي شغاله ولا مش شغاله؟ لا شغاله. دكتور ايوه كده الحركه دي بقى بتيجي لي صراحه اه طويله كده مش شغاله. لو انا عملت ايدي كده حطيتها كده استنى قصه الهيد انا باقي دقيقه دكتور لان الدقيقه لسه راحه دي تمست على فكره الاستاذه بس كانت تمست. طب تعالى اسمع الحته دي ما خد بالي تمام يا دكتور احمد. بصراحه انا بقيت استنى قصه ليه جايه من هنا راحه هنا. لو اتقبلت ترجع دراع الوضع فتاخده من الوضع ده للوضع ده الحركه دي اسمها ايه؟ هقولها وعيتها في اول المحاضره اللي جايه اكستنشن اوف ذا فليكسد ارم. ايه معنى اكستنشن اوف ذا فليكسد ارم؟ قال لو بتفهموا ده اسمه ايه؟ فليكس. طب وانت دراعك راجع من هنا رايح كده يبقى بيجيبه من الوضع ده للوضع ده يبقى ده بتعمل له فليكشن بالميكرو هيد. الثانية تشده تجيبه كده تقدر تعمل له ايه؟ اكستنشن. لو قلت اكستنشن سكتها محمرة وداني طويلة ليه؟ لأن ما تقدرش ترجع دماغك ورا كده مش كده لا ترجع ورا العضلات اللي ورا إنما هي جابته من الوضع ده للنورمال كده يبقى هعمل بإيدي كده استنى بص عليها واقفة كده هتشد إيدي تجيبها كده الحركة دي اسمها إيه بقى لما كده؟ اكستنشن أوف ذا فليكسد أرم اسمها إيه يا ولاد؟ اكستنشن. أنا هسألك سؤال صعب جدا الحركة دي اسمها؟ فليكشن. اسمها ايه؟ فليكشن وكلاس اكستنشن. طب انت من فليكشن وراجع كده انسى بعض انسى بعض زي مضرب الزباله من هنا وراجع كده تسمي الحركه دي ايه لما كده؟ اكستنشن اوف ذا فليكشن رايت. طب ده اسمه ايه؟ اكستنشن. وده؟ اكستنشن اوف فليكشن اوف اكستنشن. طب ده اسمه ايه؟ فليكشن. وده اسمه؟ اكستنشن اوف فليكشن. طب وده اسمه؟ وده اسمه عامل منهم يا مدرسة هو عامل كده هو بقى من بره والعضلة شدتها كده تبقى عامل كده العضلة رجعت طب ما تسموه ايه بقى اللي ماشي عشان الدكتور الرحمة بدأ يسبب ده العلاقة بيني وبينها ده سميه ايه بقى كده بكره هنكمل العضلة دي مع بعض مش كده بقى تكتبوها بقى اللي انت